تنسولك على هاد التحفة تبارك الله، شحال كتعمل؟ هادي حبيبي كدير 7000 درهم، الخدمة كلها بالحجر والجوهر وعقائق مهرس، والخدمة ديالها مخدمة بالليل، يعني ألامه كيف كتشوف معايا انت دابا هذا التيل دو سوا، والحجر اللي كتشوف فيه راه حجر يعني اللجاج ماشي بلاستيك، خدمة نقية وزوينة، كلها مخدمة بالليل. الدوبلور ديالها كيبقى ساتان دوشيز، وبالنسبة للكليا راه كيختار على حساب الفورما، إلا كانت شي وحدة ضعيفة كنخليو ليها ساتان دوشيز، وإلا كانت شي وحدة غليظة كنديرو ليها شي توب اللي يكون فيه لطومب يعني ساتان دوسا ولا حاجة اللي يكون توب نازل. وبالنسبة للوينات راه فيها اللوينات ديالها وصالحة العريسات. عرفتي شويه ونشري على بونت وغادي نشري من عندك انت. بهذه الطريقه باش قدمتي لي المنتوج خليتيني نعشقو بالمقارنه مع رمضان ديال السنه اللي فاتت. كاين تراجع. علاش؟ الله اعلم، قبل كون العزوف على الزواج. بغينا الحفلات وبغينا العراس وبغينا الافراح تكثر باذن الله.